دي السيارة فيها ايه؟ خدوش في جسم السيارة اهي واضحة. دي هنزلها بالقلم ده، القلم ده 3 في 1 بيزيل خدوش السيارات والموبيليا والأرضيات. ده شكل القلم اهو. وبعد كده هنلمع بالملمع ده، هنلمع بملمع سوبر برايت. القلم اهو، ده شكل القلم اهو. وادي وادي الخدوش اهي واضحة. هنعمل ازالة بالقلم، فك القلم وهنمر على الخدش بسن القلم كده اهو كده. القلم اختفى الخدش وهكذا كده، الخدش اختفى خدش تاني اهو. بعد كده بحط الملمع اهو اهو تمام. وبعد كده استحالة تلاقي خدش تاني بعد الملمع. طبعا ده تكسر في الدهان نفسه، ده ملوش دعوة، ده كسر في الدهان طبعا. اما الخدوش اللي موجودة على السيارة مع القلم ومع الملمع بتختفي نهائيا، بتختفي نهائيا. وادي الحاج محمود صاحب السيارة، صاحب السيارة المدمرة. العيال قاعدين حنجيله فينا، قعدوا جرحوا له العربية. وادى الخدوش كلها اختفت منها. اي والله احنا صورناها قبليها وصورناها بعديها، ما شاء الله ما فيش خدوش خالص. اي تمام، يعني العيال بقى يجيبوا مسامير ما يجيبوش مش مهم. تمام زي الفل، ما عادش فيها خدوش. القلم والملمع اخفوا العمليه تماما.